وللراحل الكبير بلبل لحج واليمن الفنان الراحل عبد الكريم توفيق أقيم تأبين خاص به في مدينة لحج ذكرى حب وتقدير وإجلال لذكراه الذي أثر رحيله على محبيه ومعجبيه وخسرت معه اليمن قامة فنية كبيرة. احتفاءنا بتكريم وتأبين الفنان الكبير القدير الأستاذ عبد الكريم توفيق ما هو إلا قطرة في بحر مكارم وأمجاد وإبداع هذا الفنان. افتقدنا هامة وقامة وزميل عزيز علينا وفنان جميل عملاق، ونحن كنا يعني نحب أن نلتقي في الأفراح نحن وزميلنا وده، ولكن هذا قضاء الله وقدره والحمد لله رب العالمين. وبهذا اليوم نحن نحتشد جميعنا الفنانين والأدباء والمثقفين لكي نعبر عن حزننا وفقداننا لهذا العملاق الجميل الفنان القدير الحبيب والأخ والصديق عبد الكريم عبد الله توفيق المبدع في تسعينية فقيد الفن اللحجي الفنان عبد الكريم توفيق. هذا إنسان السهل الممتنع. توفي الفنان اليمني الكبير عبد الكريم توفيق في تشرين الأول من العام الفائت 2019 بعد صراع مرير مع المرض أقعده في الفراش لسنوات لم يفقد معها مرحه وتفاؤله في الحياة. عبد الكريم الله يرحمه أنا اشتغلت معه يعني أعمال كثيرة، اشتغلت معه في تسجيلات عدن وصنعاء. بالنسبة لنا الإعلاميين كان مرجع، كل ما واجهتنا معلومة معينة نريد أن نثبتها عن الفن في فترة الزمن الجميل كنا نرجع لعبد الكريم توفيق. وعبد الكريم توفيق فنان اللوعة، فنان الحب، فنان الشوق، يعتبر من الفنانين الكبار في محافظة لحج وفي اليمن أيضا، وكان يمتلك صوت رخيم وعذب. الأستاذ عبد الكريم توفيق رحمة الله عليه فنان من العيار الثقيل. عبد الكريم توفيق تاريخه يشهد أعماله. عبد الكريم توفيق من مؤسسين اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. عبد الكريم أخ وصديق وحبيب، وعشنا يعني مرحلة طويلة نحن في الفرق وفي الندوات وفي، وكان صوت عبد الكريم صوت مميز ويشقي المستمع ويشقي حتى الفنان بس عندما يستمع له. عندليب لحج ترك إرثا تاريخيا عظيما لا ولا يمكن أن ينسى سواء على المستوى القومي والوطني أو الفني، استلت من دندناته الرقيقة والراقية في ألحان وأغنيات تنبض بالفرح والإحساس. الأستاذ عبد الكريم توفيق سجل لم يفتح بعد، سجل مليء بكل القيم وكل النضالات التي عاشها منذ نعومة أظافره، فعلى الباحثين والدارسين أن ينقبوا عن مآثر هذا الرجل العظيم، هذا الرجل المناضل الذي لم يذكر نفسه إطلاقا في كل لقاءاته وفي كل منتدياته، وإنما يتكلم عن الآخرين أو يتحدث عن الآخرين. عبد الكريم توفيق الحديث عنه كثير وطويل، ونتمنى أن يهتم كل المهتمين والباحثين في إثراء حياة عبد الكريم توفيق والاهتمام بمناقب وبصمات هذا الإنسان وهذا الفنان الذي خدم الوطن وخدم المجتمع وقدم أحلى الروائع الغنائية التي نتغنى بها ونتذوقها ونستمتع بها. الآن تباني بكي وأنا ماشي معي بقي دموع. شوف هي الأغنية الأخيرة آخر عناقيد الغناء اللحجي الذي لحنها أحمد بن غوزل. تباني بكي أنا ماشي معي بقي دموع، تباني شي من وباين صف القلب الولوع. Thank you.
كثيرة من حياته فنانا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، صوتا لن يتكرر، مشاعر فنية جياشة دائما، حضور ثقافي ومسرحي على المسارح أو في التلفزيون، كاتم أسرار المرحلة الخمسينية التي نعتبرها الدورة الثانية للغناء في لاهي. رحمة الله على الوالد عبد الكريم توفيق. عبد الكريم توفيق مات فعلا، ولكن ما زال عايش بقلوب الناس وزالت أعماله خالدة. نسأل الله تعالى أن يتقبله عنده وأن يغفر له ويرحمه بإذن الله. أشكركم طبعا على قدومكم، وأشكركم كل الشكر على ما قدمته قناة السعيدة. رحم الله الفنان عبد الكريم توفيق، ورزق روحه السلام والغفران في الآخرة، وأسكنه جنات الخلد.